ليش رحتوا على الحي؟ انا مش هي، انتم غلطتين فيي. ليه ترى بدك تنزل من السياره؟ بدك تساعدينا لحتى نخلص منك ومن القرف. رح احكي العميد خبره شو صار. قلت لك ما تتصلي بحدا. وين كنت؟ بالمستشفى. زينب بالمستشفى. بجوات ستة الحسين. الو نادين. اخر الليل. انت من زمان بتعجبيني. بترجيك غريب كيف الحياه بتاخذ حقها. يوميا بعد الاخبار على الام تي في.